يا اخوي كدنا دافع لك عن الجبهه الاسلاميه، وانا انت خدتني في الموقف بتاع الدفاع عن الجبهه الاسلاميه. الجبهه الاسلاميه دي والاخوان المسلمين دي والحركه الاسلاميه دي عندها الناس اللي بيتابعوا لها، لكن كده اديك انا مراقب سوداني اوبزرفر سوداني. الجبهه الاسلاميه دي 30 سنه الحصار اللي انت قاعد تعوعوا فيه، حسي حمدوك السكران ده قاعد يعوعوا فيه ده، ال 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 الحصار ده 35 سنه شغال فيهم. 30 سنه دي جابوا بترول وجابوا تصنيع حرب الليل، انت جاي دار منظومه الصناعات العسكريه الدفاعيه، قلت 40 شركه ولا 400 شركه، دي 400 شركه دي جابوها كيف؟ بالسبحه. الانغاز دي كان العيش بتخط العيش راقد يا زول، ما تكذب علينا في الانغاز دي يا زول، البنزين تخش تملى عربيتك ولو دار تفتح عبه الجلابيه بتاعتك وكب لك بنزين، وده احنا دارينه. That's all what we're looking for. الدواء راقد، مستشفيات فتحها في كل مكان، شوارع عز الله فتحها لنا في كل مكان. ما تقول لا يحكموا لي والكلام الطلس ده والجبهه الراديكاليه والبترول، هذا كان جاني ابليس. تعرف ابليس عنده قرون، بيجيب لي عيش ودواء ويفتح لي جامعات وبيعمل لي طرق وبيعمل لي كهرباء وسدود وكباري ومستشفيات ومدارس. انا داير شنو تاني؟ العرس ده اللي انغاز عرست للناس، العرس ده تعرس عم اقول لك عرس جماعي. ارجو انك تسمع الكلام ده يا اخونا، العرس ده عارف زود العرس هاي، قال له ده انا اديك شنطه عرس تاني اكتر من كده، ما اكتر ما تحت الحصار، والحصار ده انت اللي قاعد تنبح فيه، مش انا اللي انت يعني انت، انا مقصدك انت يا اخونا. الليلة الحكومه بتاعت العواليك دي قاعد ينبحوا فيها، بس ورونا ديك عملوها كيف. وديل المعلمين المنجطين جونا كده، ديل قالوا نحن منزلنا الفقس من السماء، ما عملوه ما بتعرفوا ديك معناها بيعملوا احسن منكم، اتخرجوا خلاص فوتوا. نحن دارين حاجة أكتر من ديلك، الناس they looking more than those people، ما بنفكر في حاجة أعلى من ديلك. ديلك في الحصار عملوا لنا شوارع زلط، عملوا لنا كهرباء، جاب موية ما بتقطع كهرباء بتقطع، قاعد نطلع مظاهرة، عملوا لنا خزان مروي، خزان سيتيت عالي على نهر عطبرة، علوا الروسيرس، محطة أم دبيكرات، محطة الفولة تعاقدوا عليها، الكهرباء الأوفر هاي تنشن، الأوفر هيت هاي تنشن ده ماشي لغاية الدايرة ده، مارك لغاية بابانوسة، الزلط وصل الفاشر، الزلط وصل فشقة، الزلط وصل قلابات، الزلط خش اريتريا، الزلط مشى مصر بثلاث اتجاهات، الكهرباء دي اي محل رشوا فيها كهرباء الا من رحم ربي وماشيين فيها، المويه ما خلوها، التعليم ما خلوه، وبعد ده احنا شلناهم خلاص. انت ما بتقدر، انت ما قدر القامه دي اتخارج امشي. ال 30 سنه قلت لي الجبهه دي حكمتها كيف؟ ما حكمتها بالحديد والنار. الحاسي قاعدين ديل كان مني اركم النار وجبت اول ميزه، كان مساعد رئيس الجمهوريه، كان عقار ده كان والي، قال الهجمه والنجمه وجرى، وقت لقى قال له تعال خش انتخابات عادل جرى هجمه ونجمه وما اعرف شنو معاه الحلو. منو تاني؟ منو انت فيهم؟ حمدان دقل الحاكمك ده كان شغال عسكري مع البشير، اقسم بالله ما يخش الخرطوم دي الا يضرب له تليفون بيقطع رجلينه كان لو خش الخرطوم. منو تاني؟ البرهان وياسر عطا وديل، والله ديل البشير يجي ما جنبهم كانوا بيحبوا، كانوا بيحبوا حمدوك بتاعك ده ذاته، جاء اجر ثلاث مرات بيت في الخرطوم عشان يبقوه وزير ماليه، شفت كيف؟ وقال قال له يا زول البشير، قال حكم الراس وقال خلاص ادوه وزير دوله بالماليه، لان وزاره الماليه دي احنا نديها لحكومه لاحزاب معانا في السلطه. منو اللي ما معاهم يا زول؟ حزب الشيوعي ده ذاته كان قاعد تحت البشير ده، جابهم في المجلس الوطني قاعدين كلهم، منا وتيجان الطيب ومن نقود ذاته ومن فاطمه احمد ابراهيم، كلهم كانوا قاعدين في المجلس الوطني. حزب البعث ده اصلا ما محزوبين ذاته يا زول، كيف يكون اكبر من ما اكبر منه؟ انت ما بتقدر، ما بيقدر الحكومه دي ما بتقدر تعمل لنا زي عملت لنا الجبهه الاسلاميه دي، الاقل من الشعب بس طوال تفوت، طوال تفوت يا اخوي، ما تقعد لنا، نحن ناس جعانه، انت كان زول مرتاح، نحن اهلنا جعانين في السودان ما لاقين عيش، ما لاقين دقيق، ما لاقين ذره، الليله الاردب امشي هذا الاردب بتاع العيش في القضارف بكم؟ تكلموا ساعه، انتوا عندكم طرف سياسي يا زول، بلا حمدوك بلا شيطان معاه، ويمشي الله لا جاب باقي ولا جاب جند احمد.